غادي نمشيو للشيوات لاله مولاتي عند لطيفه من الدار البيضاء وغادي نتعرفوا جميع على الشيوات والاقتراحات اللي غتوجدنا اليوم. صباح الخير لطيفه. صباح الخير اختي. صبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله. كيدايرين لاباس؟ تكوني على خير ومرحبا بك. الحمد لله بارك الله فيك. تحيه ليك وتحيه للمستمعات كاملين والسامحه. الله يبارك فيك. لا لا اختك سلمي عليهم بزاف. نتمنى يكونوا في الاستماع ان شاء الله. اه كيتسمعوا. اييه بلغي لهم السلام. صحباتي ديال الاذاعه كلهم. اييه مرحبا بسلام. نبداو على بركه الله. شنو الاقتراحات اللي غتقدمي لنا اليوم لطيفه؟ بغيتي اطباق بلديه وبغيتي المغرب؟ الا سمحتي نوعوا. اييه واخا. غادي نخلص. يلا تفضلي. غنمشي واحد العصير. هو ماشي عصير بحال هكا تيمتحو ما بحال هكا ولا شي حاجه. اييه كتاخدي ايترو ديال الماء طيب كتاخدي سكينجبير طري كتحكي وتاخدي منه نص كاس صحيح وعصير ديال جوج حامضات وجوج معالق ديال العسل. اييه الاحسن لك العسل الحر. اييه واخا. كتخلطي هاد الشيء وتخليه تيبرد وكتشربي كاس في الصباح وكاس في الغدا وكاس في العشاء. هذا اللي متخوم. اييه اللي ما باغيش ياكل بزاف يعني يشرب هاد العصير كيشبع. واخا. هذا بحال الدواء ماشي. اييه اييه مزيان. كاس ما يقويش منه بزاف. وشي واحد الفرماج لحد بغيت ياكل. اييه فرماج الدهن واخا. اييه. هذا يصلح للتسميتو يصلح للكيكه اللي غادي تعطي مالحه تقدري تريح. اييه واخا. هانت عندنا يطرو ديال الحليب خمسة معالق ديال عصير الحامض ثلاثة الفرماجات نص معلقة صغيرة ديال الملحة. اييه عندنا معلقة ديال الحامض كنبغيو نطحنها نزيدو هي غادي هي ستة. ناخدو الحليب كنديرو في كاسرونة ملي يبدا يسخن كنخرجو دوك خمسة المعالق ديال الحامض صافي يغلى واحد الشوية ونطفيو عليه. خليه تيبرد كنصفيو كنديرو في الخلاط كنديرو عليه دوك الفرماجات نص معلقة ديال الملحة وهاديك معلقة ديال العصير الحامض. اييه وكنطحنو إلا خصنا شوية كنزيدو من داك الماء اللي صفينا إلا خصنا شوية اييه عندنا ميزانة واخا. صافي وكديري في السكيرة وديري في الثلاجة اييه راه كيجي زوين. واخا. وهداك الماء ما تلحيش تعجني بيه بيتزا ولا بالعجينة فعلا اللي صفيتي. اييه نمشيو إن شاء الله على الدجاج. هذا الدجاج اللي كيغلب المستمع هذا الدجاج محمد. اييه غناخدو جوج دجاجات ولا ربعه شوف نعطيك ربعه ولا جوج. واخا نمشيو في جوج دجاجات وديك الساعه السيدات يضاعفوا الكميه. هي اختي عندنا واحد جوج دجاجات كنجيبوهم يكونوا مقادين ما يفوتوش جوج كيلو. الدجاج الا كان جوج كيلو ونص تيكون الصدر ديالو خايب. واخا كناخدو دوك جوج دجاجات كنجيبوهم المره الاولى كنجيبوهم من عند مول الدجاج كناخدو الملحه كنحكهم بالملحه. اييه مزيان كنحكهم بالملحه وكنشلوهم كنعاودوهم بالحامض وكنجيب كل وحده واش كتقول فعلا. اييه هادشي اللي كنقول كل وحده وكيفاش كتغسل الدجاج. ايوا الاول بالملحه. الملحه نحكهم بالملحه. اييه صافي كتشدي الدجاجه على الصدر الفوق ديالها على العنق ديالها كتقبلي بالموس كتخشي معها الموس من الصدر من الداخل ما تخرجيش على برا كتكي على جنبه كتوركي عليها كتطبقي على داك العظم ديالها. اييه وما يرش الحماد ديال الشن كنديرو رجيلات ما يحيدوهاش هي اللي كتشد الرجيلات. كتشد الرجيلات. عاودي للسيدات البلاصه اللي خاصهم يطرطقوها لانه انا شفتها فيديو ولكن باش نزيدو نوضحوا للسيدات. كيفاش؟ البلاصه اللي غنخصنا نطرطقوها البلاصه اللي باش كيطيب الصدر ديالها. كتكي الدجاج على جنبها وكتوركي عليها حتى تيطرطق بحال كتهرسي لها داك العظم. بحال الضليعات الدوله. بحال الضليعات. هذوك العظم ديال الخد هو اللي كتهرسي لها. كتكي على جنبها وكتطرطقي ودوريها ثاني على الجنب الاخر وتطرطقي داك العظم. صافي الدجاج عندنا مغسل وضروري يبات. اييه ماشي يبات في العطريه ملي كيبات في العطريه راه ما كيجيش زوين كيجي مرخي. يعني ضروري الدجاج يبات حتى كان مجمد. وما يديروا ليه العطريه تيقربوا يطيبوا هذا ساعه ولا المهم ما يتكلش في نهارو فعلا ما يتكلش في نهارو. ما يتكلش في نهارو ما يباتش مشرمل كيبات مشرمل كيبات. واخا صافي كنشدو الحامض مصير نديرو جوج حامضات مصيرين كنقيهم ونحيدو لهم دوك العظومه ديالهم ونديرهم في الكاش خلاط الكهربائي. كنزيدو معاهم واحد البصله الا كانت كبيره ولا جوج صغار. نديرو كركوبه ديال الثومه. اييه وشويه الربيع. الربيع ما يقويش اكثر اللون. اييه شويه يكون معدنوس غالب على القزبر. ما يقويش حيت غنديرو قزبر ياسر. اييه كطحني هادشي كديري في الطنجره
الطنجرة قبل ما ديريش الطنجرة، الطنجرة ضروري تكون ناشفة شوكاية بالثومة باش ما تلصقلكش الدجاج. انا راه نعطيك المقادير ونعطيك لا 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 وراه هادو اهم حاجة. اييه يعني الطنجرة انت كتحكي على ثومة تكون ناشفة ما يكونش فيها الماء، شوكاية الثومة مزيان عاد تنصبيها باش ما تلصقلكش الدجاج. كناخذ الحامض العصير، هي الا كان الدجاج كثير كتاخذي الحامض كتنقيه، الحامض خضر ماشي ايه ايه كتنقيه مزيان وتحيدي ليه الجبن البيضاء العظومه وكتزيدي فيه شويه الماء وتطحنيه. بالنسبه لجوج دجاجات ها جوج حامضات يعصرهم، غير عصير ديال جوج حامضات. الا كان الدجاج كثير بحال هذيك 10 وداك الشيء طحنوا الحامض ويصفيوه. كنديروا في الطنجره كناخذوا الهريسه ناخذوا معلقه كندوبوها في واحد شويه الماء وكنديروا نصفوا ونديروا اللي بغى يديروا الهريسه هكا يديرها يديرها وكتصفي باش ما يكونش هذاك. هذه كتخلطيها مع الحامض الهريسه؟ الهريسه كديريها في الكاس تسخني على شويه الماء تخش الطنجره كلشي تسخن. دابا كلشي كنديروا في الطنجره واخا خصني نقبطوا معاك شويه. دابا داك الحامض والبصله والثومه وشويه المعدنوس يعني والربيع مقادين يعني هادشي كله مطحون ياك؟ كنطحنوا. وفي الطنجره غادي نحكوا ثوما باش ما يلصقش لنا داك الدجاج، وشنو غادي نديروا فيها باش غنبداو؟ غنبداو نحلوا هذاك الشيء هذاك الخليط الاول اللي طحنا. اييه الا خشمت الماء نزيدوا ونزيدوا داك الماء ديال الهريسه. اييه ونزيدوا داك عصير جوج حامضات وداك الهريسه اللي ذوبنا في شويه الماء، هادشي كله في الطنجره. ونزيدوا في الطنجره. اييه واخا غنبداو بالتوابل، الملحه يحاولوا الملحه ما يديروها فعلا لان الحامض كلشي مالح. كاين الهريسه كاين الحامض مصير الحمد لله. اييه ديروا شي ملح والدجاج مغسول بالملح. اييه واخا كيتحر يوقف كيجي مالح الا درتي عندك الحق فعلا، يعني واخا يبان لنا في الاول راه مسوس ولكن راه ما حدو كيطيب ما حدو كيملح. لا فعلا اييه ما يدخلش في الاول كنا ندهني الدجاج وندخليه للفرن بعدا يحاولوا الملح ما يديروهاش. نزيدوا العطريه نمشيو للعطريه. دابا كنديروا البزار ما نقويوش من عندنا الهريسه خرقوب عرق. اييه كاين الجير قزر مطحون زعفران وعندنا السمن. هادشي كنخلطوه. اييه والدجاج الا بغى يعمرو من الداخل كتشدي القشرة ديال الحامض مصير كتقطعيها وتزيدي فيها شوية السمن والربيع وكتعمري الدجاجة من الداخل. اييه كنديرها بهاد الطريقة ما بغيتش بلاش انا كنعطيها هي كتجي مزيانة. اييه على حسب كل مرة وشنو نديرو. صافي كنديرو هادشي نشدو الدجاجة تنعمرو من الداخل ومن برا خليهم واحد نص ساعة ونشفو، اللي بغى يدير الشاخر اللي بغى يدير الفرنو. اييه نستفو دابا الدجاج ياك؟ استفنا الدجاجة كنشعلو عليه كنخليو الدجاج المرة الأولى على ظهرو شوية على جنابو بحال هاد الجنب وهاد الجنب من بعد تشدر الأول كياخد طياب. اييه وكتخلي الطنجرة مسجلة باش ما يتحلش. اييه ما كنزيدوش عليه فعلا الدجاج ما كنقفلوش عليه باش ما يتحلش. باش ما يتحلش صافي كتخليه يطيب مزيان وتقضيه من الصدر تتحسي به طاب. كنمشيو للبصله، البصله على جهه نعطي جوج كيلو جوج انا حيت عيني ميزاني لا مزيان. ناخذ جوج كيلو ديال البصله كنشنفوهم ونقطعهم كما كانوا عشوائيين. أيه. كنديرهم فواحد الكوكوط ونشدو عليهم على نار مهيله. كنديرو فيهم لا ملحه لا عطريه لا والو. أيه. طيب نيت ماشي غنخليهم. من بعد ملي كيطيب داك الدجاج وعندنا المرزيه ديال الدجاج نسيتها لك. اييه ضروري المرزيه ديال الدجاج اللي كيدير الهريسه. الهريسه ونويره وقعقله. اييه هذه نويره هذه ماشي بحال اللحم مخلطه فعلا. اييه ما تكونش بحال اللحم مخلطه بزاف. دابا ملي جيت نقلب لقيت ماشي كلشي. دابا تبارك الله كاين مثلا بزاف الناس اللي كيديروا مثلا دجاج يعني بالضميره ديال العرسات وما تيديروش فيه قعقله وبسيبيسه. حنا عندنا مثلا مهم قعقله وبسيبيسه الطريه المرزيه، ولكن دابا انا اللي تيعجبني هو انه تبارك الله ما كاينش شي حاجه اللي هي قاره. دابا تبارك الله فاس مثلا كاين بزاف اللي ما كيديروش قعقله وبسيبيسه ولكن راه الدجاج ديالهم كيجي زوين حتى هو. كل واحد راه سبحان الله ما كاينش شي حاجه واخا يعني كتنقص ولكن ملي كيتزاد كيعطي واحد الطيبه نهائيا بحال كيحيد ديك الزفوريه ديال الدجاج يعني واخا كيتغسل كتبان فيه واحد اللذه يعني داك الدجاج كيبان فيه واحد اللذه فاش كنزيدوا نويره وقعقله وبسيبيسه ديك العطريه ديال الدجاج المرزيه ديال الدجاج. والزيت كديري زيت العود هذا هاد الدجاج اللي عطيتك كيجي شحال الطون. اييه كتنصري بزيت العود ما ديريش الروميه. باقي دابا ما زدناش الزيت. ملي قلت لك كيتشحر شويه يطيب هذا كندير الزيت. اييه فعلا ملي كيغلي. اييه هذا تحيه لواحد الطباخ في الرشيد
كان جات اختي ايه الدجاج ديالها جواع ولكن كتاكل الطون. لا تبارك الله كاين اللي يدو بنينه. واخا إذا سمحت لطيفة دابا حيت بزاف ديال السيدات وخاصة يعني ديك السبت والحد مستمعات وصلت معايا وعندها أعراض ديال الدجاج وبقيت غادا معاها خطوة خطوة في التليفون وبغيت على أنه تسمع هي وكثير من البنات يعني اللي بغاو لأنه الدجاج صراحة في العرادة كيجي زوين. دابا هي ملي قلنا ما غنغطيوش الطنجرة ونخليو الدجاج يطيب ما استلامة لا والو اللي ما غاديش تزيدي الماء يمكن مزيان طحن الماء والدجاج يطلق الماء يعني ما غاديش نزيدوا الماء عينا ميزاننا عينا شويه ديال السكر كتزيد الماء طيب واخا الماء طيب ضروري اييه باش ما يكنزش هذاك الدجاج اييه حيت هذاك الماء الدجاج غيطلق الماء وداك الشيء كطحنا فيه الماء واخا طحنا المهم الى جهه ناقصه عينا ميزاننا واحد الكاس ولا شويه اييه وزيت البلديه ولا نزيدوا زيت البلديه اييه هذا الشيء نخليه يطيب اييه ولا نمشيو للبصله فيها جوج كيلو ديال البصله هي كنشنفوها ونفوت على عافيه من الكوكوط طيب من بعد ملي كنحسوا بالدجاج طاب كنحيدوه ديما فاش كتحيد داك الدجاج تشي عليه تخليتيه يدير عاد تهزو هكاك اييه ما تعرفش ما حنا راه كتشديه من العنق وكتهزيه فين عندك الحق واذا خليتيه يبرد كتهزيه بسهوله اييه كتحيديه كترمي ديك البصله هذيك الطنجره اييه كتشدي القشاوش حتى هما كتسلقيهم ما تديري فيهم والو كتقطعيهم وتسلقيهم وديريهم ترميهم مع هاد البصله صافي كتبقي تغمري اييه تحركي تحركي تتوقف تتبان لك المرقه وقفات اييه وداك الزبيده طلعت الفوق اييه هذاك الشيء والزيتون كتسلقيه بوحدو اييه كتسلقيه بوحدو كتهزي ليه مريقه ولا ما كديريش الطنجره اييه فعلا صافي التقديم كتشدي ملي كتعيطي بداك الدجاج كلشي على الحصه ديال الدجاج في التقديم هذاك الشيء كتشدي الدجاج بعدا كدهنيه بلا موطارد والسمن وشي الزبده والهريسه كتخليه في الفران كتجيب التقديم بغيتي تاخدي الهريسه الملونه الخضراء والحمراء كتقطعي الحامض دوائر مصير وكديري نص حمراء نص الهريسه الخضراء وكديري الزيتونه الوسط هادي تزين اللي بغيتي هذا سهل بغيتي كتشدي الزيتون هذاك المقطع تكشر مليح الربيع وشوية السودانية وشوية الهريسة وكتشدي الفلفلة الرومية هذيك الحمراء والصفراء كتقطعي دوائر كتفرشي لها الخس كتعمري بالزيتون ايه حطيتها واش الجناب وكتشدي حامضة مصيرة مخاوية من داخل كتعمريها بالهريسة ايه هذا هو التقديم ديالهم نتمنى للسيدات دغمرك تحطيها فوق الدجاج اييه فوق الدجاج وجنب في جنيبات شويه ولا الحامض كتقطعيه بحال مروحه اللي يعجبك هادشي اللي كاين ملي كنوصلوا لهاد المرحله ديك الساعه السيدات يبدعوا في الطريقه ديال التزيين ديالهم المهم هي هاد الطريقه وهاد الافكار وهاد هاد الملاحظات المهمه وحنا كنطيبوا هما اللي مهمين بحال هكا هادي هي الطريقه ديالو باش ما يحس بزاف يقول لك الدجاج كيتحل لا فعلا اييه اييه واخا على العموم يعني الواحد يجرب دجاجه صغيره يعني بالنسبه للمبتدئات يجربوا دجاجه صغيره ويشوفوا شنو هما الاخطاء اللي داروا ويحاولوا يصحوهم مره على مره تبارك الله حتى يوليو متمكنين ويوليو يطيبوا اربعه وسته ديال الدجاجات واكثر راه حاجه بشويه بشويه معناتها هذيك العشران ديال الذكيه هذيك الضوينه كتشد الدجاج هذيك اللي عنده معاها كيدير هذاك الزعفران واخا والزعفران الحر حتى هو وهذاك العفران كيشد الدجاج وكيعطيه اللون اييه كيعطيه اللون ما يكونش منه ما يكونش منه ما يكونش اييه عندك الحق وهذيك وحيده ولا فرح هادشي اللي كاين واللي تيمشي في حويجات بلديين راه ما كاين ما احسن من ذاك الخرقوم البلدي والزعفران الحر فعلا هذا هو هذا كيعطي اللون بحال غدير الخرقوم ديال الذكيه يدير وحيده من هذا واخ علاش تعطيهم اللون نمشيو ما يقويش الربيع الربيع كيخسر لا 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 فعلا هو الدجاج راه اصلا ما كانوش قبل كيديروا فيه نهائيا الربيع اللي انا كيقبضوا اللي ما بغيتش يدير كيقبضوا اي شويه مازال هذيك الحشوه ديال الدجاج ما بين قشور الحامض المصير والسمن والربيع فعلا كتجي زوينه قد ما كتجي زوينه عامره من الداخل اييه والفلفل كتلقاي داك الشيء الداخل زوين وخاصة الا بغينا بحال دابا نديرو بالبطاطا فريت مثلا في طاجين ولا مرقة يعني ملي كنديرو ديك الحشوة لداخل ومع ديك بصيلة هكا والفريت كيجي حسن يعني كتبان فيه حسن مازال مدغمر يعني المدغمر ما يحتاجش واخا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك لطيفة نكملو نعطيك الكسكسو بالتشاو اييه واخا
انت غناخذو كاين اللي كيديروا ثاني بزاف كاين اللي كيديروا باللحم على حسب اييه تبع اللحم ديال الملحم كيجي زوين اييه كيجي زوين المهم انا غنعطي طريقه وحده اللي عجبو الدجاج اللي تبو اللحم كناخذو كيلو ديال اللحم واحد جوج بصلات سمن عندنا البزار الكسكسو كيبغي شويه البزار والملحه والخرقوم والسكينجبير ايه تفضلي وفعوز زويته بلديه وروميه مخلطه واحد القبيطه ديال الربيع هذا بالنسبه للطنجره واخا غنمشيو عندنا واحد الكيلو ديال القرعه حمراء عندنا ربع ديال الحمص نص ربع ديال الزبيب وبعد نص شويه السكر وهاد العطريه اللي درنا نيت الطنجره نديروها في البصله عندنا كيلو ديال البصل ولا كيلو ونص كناخدو اللحم كنديرو في الطنجره في البرمه كنديرو التوابل كنديرو شويه الماء مكنديرش انا الزيت في الاول وان شاء الله ديك البصله ايه صافي كنرطو شويه تيبدا يتشحر كنديرو ديك البصله وكنشحرو مزيان تدوب ديك البصله كنرويو اللي بغا يرمي الحمص في الطنجره يرميه انا كندير ليه طريقه اخرى كتشدي داك الاربعه ديال الحمص وديك القرعه بعدا كتفور تشدي تقطعيها مقاده كتفوريها القرعه اللي فورتيها راه كتجي زوينه في الكسكسو عاد تنزلي لها مريقه اييه كتفوري ديك القرعه صافي كتحيديها ديريها في الطنجره كنهزو لها مريقه واللي بغا يعسلها شويه يعسلها اللي بغا يخليها في المريقه ديال البرمه اييه الحمص كنجي ناخذ الحمص كنديرو في واحد الكوكوط وكنسدو عليه كيبدا يدخل الطياب حتى قرب يطيب كنزيدو عليه البصله ملي كنزيدو البصله كنزيدو ديك التوابل شويه القرفه البزار شويه ما نقويش الحاجه الحلوه ما كديرش حتى البزار بزاف في العصران والعطريه اللي هي السكينجبير الخرقوم من بعد كنزيدو داك الزبيب كنعسلو كنزيدو شويه السكر وكديري طريفات ديال القرعه بحال نص كاس ديال طريفات ديال القرعه مكعبات ايه صافي كتعشي هادشي تيوقف اللي بغا يدير الطريقه يديرها اللي بغا يدير الحمص في البرمه ويدير الدجاجة عادية يديرها عادي كتجي زوينة ايه الكسكسو كناخدو الكسكسو اما بالسميدة اما الكسكسو ناخدو داك الكيلو ديال الكسكسو الا بغينا نديرو السميد السميد راه كتبدا تشي وتفكلي ايه صافي كديري الفور لي فور كتحوي في القصرية كتحطيه كتحليه دير شويه الملح وكتحليه بالزيت ما يشربش الكسكسو بزاف الا شقاو الكسكسو بزاف ما يشربلهمش الماء ما يشربش البلول ديال المرقه كيفاش ما تكش الا ما يسقيوش الكسكسو بزاف اييه اييه الا سقاوه ما غاديش يشرب ديك المريقه ديال البرمه اييه وديك تربي ثاني الفور الفور مزيان كتهبطي ثاني كتعاودي تسقي السقيه الثانيه تتكون ناقصه على الاولى الاولى اييه كنظن نقصو هاه تتبدا تنقص اييه انما مزيانه واخا كتخلي ثاني يشرب ثاني وكتردي الفور ايه هذيك الساعه كديري في الطفل ديال التقديم وكتشدي كتلقيه كتشديه وكتشدي هذيك الحيمات كديري من الوسط وهذيك القرعه كديريها في الجناب كدوريها بالحيمات كديري التفاية الفوق وكديري على الطريفلات اللي خاصها شي حاجه كاين بغيت نديرو الكسكسو اللي مفور حيت كاين اللي كيغلبو المره الاولى هنا اللي ما كتعرفيش المره الاولى دهنا شويه الزيت وتفورو حيت ولا يرشو شويه الماء انا كنعطي اللي لا فعلا هو فعلا هو ملي كيطرش بالماء بزاف كيبان فيه يعني ما كيجيش فعلا كيجي بحال فازكو صافي يعني ما كتحسيش بانه شارب ديك المريقه ديك المرقه ديال 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 الكسكسو هذا الكسكسو اللي كيتباع كاين اللي كيفورو على حسب ويفورو الى فار هو اللي ما كيتعجلش اييه كاين اللي كيفكرو وكينشرو بحال هكاك اييه هادشي اللي كيتعجل حتى الكسكسو اللي كيتباع كاين اللي يصيب الكسكسو ويفورو اللي كيفور كيتنشر اييه حيت بغا نعطيك حتى النصيحة كيفاش كنديرو الحنا نعطيهالكش واخا تفضلي اييه حنا عندنا في البلاد كناخدو السميدة كنديرو نغسلو الدم ونقيه وندير الطحون يطحن كنجيبو كنعزلو السميدة بوحدها والدقيق بوحدو وكناخدو الماء نديرو في شي بانيو والملحة وكنفتلو كنفتلو حتى
تنعمروا هذا راه كيديروا حتى العبره من العبره ديال الكسكسو يخليوها الوقت اللي بغاو يلقاوه. كتشدي كتشدي داك الكسكسو كدوزيه في الغربال ديال الكسكسو وكتغرب ليه يطيح منه داك الشطله الرقيقه وتتفوريه وكتنشريه شي جار ملي كتفوريه الفوره الاولى كتشدي جار كتنشريه وكتشوي داك الكسكسو كدوزيه تعاوديه في الغربال ديال الكسكسو كتنشريه فوق ليزار كتحط الغربال فوق ليزار وكتخوي داك الكسكسو ليشار باش ما يبقاش مكور شي حاجه ولا وكتنشريه كرم في الظل كتشري ليه كرم بحال الزرع وكتجمعيه الوقت اللي بغيتيه كتاخدي شويه وكتغسليه تخليه تيشرب وتفوريه. اييه كنديرو عندنا شبله اللي كيديرو حتى الكسكسو ديال الحمراء بحال هكا اللي كيديرو عاد الحليب والدنجال الكسكسو ديال الحمراء اللي كيمشي مع القديد مع الحمراء. اييه ولا بعض المرات كيديرو عاد بلا الحمراء وشويه الحليب وفصيله. اييه كاين طرق كثيره كل واحد كيفاش كيدير على حسب المناطق. نعطيك كيكه ولا نعطيك رشيسه برزيزه؟ واخا نمشيو للكيكه كيكه. اييه تفضلي. عندنا واحد الكيكه ديال عندنا قرعه ديال المشرب الاسود. اييه ان القرعه الصغيره ديال المنادى منادى كحله باش يعرفوا السماعات. اييه اييه نديرو حنا بحال الدراري الصغار منادى كحله باش يفهموا. واخا اييه عندنا قرعه صغيره ربع بيضات كاس ونص ديال الزيت كاس ديال الفانيده ربع الخمارات قريصه ديال الملح علبه ديال الشوكولاته الحلو والطحين على حسب الخليط. الزين الزين عندنا تلفت فقيوها عندنا نص كاس ديال الفانيده كاس ديال الماء شي قشور الحامض باش نصيبو السيرو. الزين عندنا الشوكولات كندوبو الشوكولات كنخلطوه مع ياغورت الكحل ديال الشوكولات وكندهنوها وكنديرو لها طريفات ديال القرقع كل مربى كنديرو ليها طريف ديال القرقع. اييه كتقدميها كتجي زوينه فعلا. ما عطيتكش الطريقه ديال الكيكه. واخا تفضلي. اييه كناخدو هداك المشروب كنقربو البيض مع السنيده مع الزيت صافي كنزيدو هداك المشروب اللي قلنا وكنزيدو هداك الشوكلاط علبه ديال الشوكلاط صافي كنزيدو الطحين وربعة الخمارات كديرها في شي مول كبير شويه حيت تبارك الله كتهز الطحين حيت فيها البيض وكاسونس زيت وهداك المشروب. اييه كدهني المول كترشي بالدقيق وكتخويها ملي كطيب كتقلبيها في الطبسيل كتسقيها ودهنيها بالخليط ودخليها للثلاجه راه كتجي زوينه هادي. اييه يعطيك الصحة تبارك الله عليك لطيفة. ديك الشحال ولا نكتفيو بهذا الخضر. كنشكرك بزاف على هاد الاقتراحات. شكرا لك بزاف والمزيد من الاقتراحات ان شاء الله رفقة لطيفة من الدار البيضاء.